مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله صحه وعافيه وخير وكل شيء كل شيء. اصدقائي راح نحكي اليوم على موضوع هو يمكن للبعض مهم والبعض لا، فاذا لك مهم تعال يانا خلينا نشوف. على جلوس او الراحة، وش وقت تقدر تستخدمها وشلون تقدر تستخدمها وشنو اسمها بالضبط، يعني انت شلون بين قوسين تقدر انه تستخدم هذا الموضوع لك فائدتك وتستفاد من عنده. يعني انت من تجي انت وعائلتك او اهلك او شو اسمه هذه راح تستفاد هاي المعلومات وتشوف انه شنو تقدر تسوي بيها وشنو تقدر تستفاد من عندها. يمكن هي معلومة بسيطة يمكن الكل يعرفها أكيد، لأنه إحنا تقريبا الكل عندنا، بس أنا دا أحكي عموما للناس اللي ما تعرفها للناس اللي تحب تعرفها، فهذا الشيء موضوع يفيدهم. تعال خلينا نقول لكم شلون نقدر نستخدم هاي المصدر. أصدقائي، من ضمن الأشياء اللي ما يقدر تستخدمها أبد بهاي المصطبة اللي هي مقعد جلوس اللي شوفتكم إياها هسه، مثلا ممنوع تقدم رجلك مثل ما تشوف أنت هسه، ممنوع تقدم رجلك أبد، ممنوع. يعني هنا إذا لا سمح الله، لأنه تفوت بايسيكلات تفوت دراجات، يعني هي دراجات صراحة ما تفوت بايسيكلات، بس كمثال هسه أنا أشوف هسه جالس أنا وجت دراجة منه وجت دراجة منه، إذا أنا واقف مقدم رجلي شو هسه مثل ما تشوفون مقدم رجلي ما يصير، ليش؟ لانه ممنوع. يا هذا غلط يعتبر. شوف هسه انا كمثال وقفت هنا عندك، قال لي وخر من الشارع، شفتوا شو صار علي؟ وانا جاوبته. فانا مثل ما قلت لكم طلع رجلك ممنوع، تقدم رجلك ممنوع بهاي الشوارع، هذا نظام هنا قانون، اذا انت تخالف القانون يجيني يحاسبك. مثلا اذا انت واقف قدم رجلك وداس عليها، مثلا اذا داس عليها نجي على القانون، شو يقول لك؟ يقول لك الكل سبب مسبب، هذا السبب هو كان متقصد او لا انت متقصد او انت غلطان، هنا ترجع. فانت لازم تكون حذر، لانه هواي اصدقائي مثلا كنا قبل نقعد مثلا نوقف هنا اثنين، تعرفون احنا عرب، واحد يوقف مقابل الاخ مو واحد صف الاخ، فنقعد نسولف وقال لك يا معود هيك من عندهم هسه ما يشوفني، يجي يفوت من عندنا وقال لك وخر شفت انت قدامكم انا واقف وصع علي واقف، يعني هسه واقف، يعني انا مطي مجال جاي اصور وعندي يعني بين قوسين يعني اكو سبب واقف بيه، مو سبب انه اني مدى اضيع وقت او شو اسمه، هو فات من الجهه الثانيه وحكى علي. فهمتون شباب؟ فالقانون هنا فوق كل شيء، القانون فوق كل شيء، فهمتون شو قصدي؟ فانت لازم هنا تخلي ببالك انه انت لما تقعد تكون حذر. ليش انا احكي لكم هاي الشيء؟ يقول الموضوع حتى تافه يعني ما يهمني على شنو احنا لا اصدقائي، شوف يا حبيبي اي شيء هنا انا انطيك اياه انطيك اياه بسبب، لانه صدقني والله العظيم انا من جيت هنا جيت اكو اشياء ما اعرفها، مثلا هاي الاشياء كنت اخلي رجلي هيج اسوي هيج اسوي هيج، فبالاخير تجيني غرامه عليها، ياخذون يخابون الشرطه ويجون الشرطه يحاسبوني ياخذون غرامه. مثلا اكو ولد اسمه حيدر الله يذكره بالخير، صديقي هذا حيدر خطيه، نفس الشيء قاعد بس قاعد شلون اقول لكم يعني بنص المدينه، مرافع رجله هيج قدام، جت بنيه غبيه عشان ما اقول بوجهكم وداست على رجله، بعد ما داست على رجله يعني عنده صبعة كبير خطية، كان بالبايسيكل صبعة كبير انكسر، كانت لابس حذاء خفيف انكسر، ما أعرف شلون انكسر سبحان الله. المهم والله هذا الولد خطية، راح يمنى يسرى ظل يحكي ما أعرف شو اسمه، راح للشرطة قال لهم هذا، قالوا له أنت شلون قاعد؟ فسبحان الله كان قاعد مقابيل شارع أو عفوا سوبر ماركت، هذا السوبر ماركت اسمه ليدل، واقف مقابيله، فبعد يعني مو هو قاعد فباوعوا الكاميرات شافوا هو ماذ رجله، فقالوا له انت غلطان المفروض هيك قانونك تسحب رجلك. فاصدقائي هالحذر واجب، انا منطيكم هذا الموضوع الكم مفيد. زين شباب، هنا بهاي الاماكن العامه مسموح لك تدخن، مسموح لك جدا تدخن، ما عندك كل مشكله تجلس وتدخن، بس اكثر اللي قاعدون هنا ناس كبار بالعمر، لازم تحترم هذا الشيء، هم ما بيها اي شيء مخالف القانون، لانه يعتبر مكان عام من حقك تدخن هنا هنا هنا. هسه لو اصور لكم انا قريب اشوف حتى قطف سجاير طبيعي تجي، قال هم اصلا يعني قليل يدخنون بهاي الاماكن بصراحه، لانه يجي ياخذ ريلاكس فقليل يدخن. تجي لما تجي هنا صديقي ممنوع الدخن، هو اقصد انه ممنوع الدخن من ناحيه الاخلاق مو من ناحيه القانون، شوف هاي بحث ثاني اصدقائي،
من ناحيه الاخلاق اخلاقيا ما يصير، لانه اني يقول لك اني يعني جاي انه بين قوسين اتونس استمتع اعيش حياتي، ما تجي من انت الله يذكره بالخير مثل السلام، عند صديق ولد هذا يقعد ما اعرف وين لازم كل 10 دقائق يعني ما اعرف هيك شيء، يعني محترمات للطيبين اكو ناس ما تتحمل، بس انت انت شوف اذا مكان هسه مثلا انا اشوف هسه وحدي اقعد براحتك دخين اخذ راحتك اللي تسوي سوي، بس القانون فوق كل شيء. شباب انا مو اقول لكم انه انا ملتزم بالقانون 100%، بس انا انصحكم انتم اخوتي واخواني واخواتي وعوائلنا حتى انه يكون حذرين، لانه حذر واجب اصدقائي، اذا انت ما تاخذ حذرك اذا انا ما نصحك اذا غيري ما ينصحك اذا غيري غيري ما ينصحك فهذا يعتبر شيء مخالف القانون، اذا صار مخالف القانون يعني صار لك مشكله انت لك انا ما علي شيء، انا اعرف انت صار لك مشكله، فانت تاخذ نصيحه تقول ها صدق لحظه في اليوم ابو الهجره بالغربه قال لنا دير بالكم كونوا حذرين، فتبقى ببالك هذا الشيء انت ان شاء الله عن قريب كلكم جايين باذن الله، لانه هو اللي يتابع قناتي 99% هو يجي، فهاي استفاد من عندها ان شاء الله عن قريب ما جايكم كل مشروع نروح على نروح نحكي على الباص نحكي على المترو نحكي على كل شيء قانوني هنا شلون تستخدمه شلون تصعد شلون تنزل شلون تقطع تيكت شلون 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 هالاشياء بين قوسين تفيدك انت. فاصدقائي مثل ما قلت لكم الحذر واجب، شفتوا انه حتى جلوس الجلوس على المقعد اللي اذا انت بالطول واقف مثل ما تشوفون هسه اذا بالطول بالطول انت بس بالطول هيك هي اوكي ماكو كل مشكله قانونيا يسمحوا لك، هم هو الموضوع قانوني ما بي كل مشكله، يعني انت عادي حتى شو مثل تشوفون هسه انتم الجلوس هو بالطول ماكو كل مشكله، هو جلوس قانوني اصدقائي وجلوس طبيعي وما عندك ما مخالف القانون، بس يتبع هنا عندنا مشكله شباب، احنا عندنا اللي اعطيكم مشكله يعني موضوع الالمان او على الاوروبيين كلهم عموما حتى واحد يكون صادق، الاوروبيين يروح يجسم مطعم ياكل الاكل ويشبع ويكمل، انا شفتهم اصدقائي تقريبا 90% وياكل ويكمل وش اسمه هذا وتطلع تقول له ويقول لك ايش يقول للشيف يقول له اوه يقول له هذا بالمطعم يقول له عاش ايدك ما اكل كلش طيب وهاي، بس يطلع يسوي يسوي هيك هاي حركات طبعا انا حافظها يسوي اقول له شمك طيب يقول هيك اوكي، اذا كان عربي اذا كان يعني الماني اذا كان عادي يجاملونه هواي فهمت، فشوف بعض الحين قدامك يقول لك اوه خذ راحتك انت سوي كل شيء، بس بالحقيقه هو يحكي عليك ينتقدك، فاحنا عموما احنا العرب مثقفين جدا يعني اكثرنا صراحه مو كلنا اكثرنا مثقفين، مثقفين بجلوسنا مثقفين بحركاتنا، مشكلتنا حتى اكثر حالتنا النفسيه هي تاثيرها على سبب انه احنا مركزين لازم على اللزوم على نفسنا، يعني شوف هسه انت شوف العربي مضغوط اذا تقول له مرحبا مرتين يزعل، اذا الزعجه بكلمه يتعارك وياك يضربك، فشوف مضغوط ليش؟ لانه مركز اكثر لازم على اللزوم، مركز بحياته كلش، يعني مثلا يجيك اذا ابو العمل قال له لا تصعد هذا الدرج يبقى كل عمره ما يصعده، كل عمره ما يصعده، وتقول له اخي حبيبي اصعد روح اخذ راحتك يقول لك لا انا تبلغت انه ما اصعد ممنوع، تخيل انت. فصديقي الله يستر عليك انت لا تركز بحياتك هنا كلش، عيش حياتك مستمر، شوف هسه انا جلستي هاي شوفها جاي اقلب الموبايل ما حد حيقول لي ليش جالس، يمكن رجال كبير ينتقدني جماعه المجموعه تعرفون منو، فيمكن يجي ينتقدني بس ما يجي الشرطي يقول لي، بس انا اقول لك احترام البلد اللي انت بي واحترام الناس الموجوده واحترام قدسيه المكان اللي قاعد بي تجلس باحترام، الناس تبوع لك باحترام، إيه لبسك يكون محترم، هاي الأشياء مهمة، يعني والله العظيم أنا أعرف أصدقائي يكرم طارة الله يكرم طارة الله، أنا أعرف أصدقاء إلي قبل كنا من كنا بأزول هاي من كنا بمقر اللاجئين كنا نجلي يطلعون يروحون بنص الإشتاد الناس لابسة لبس يجنن هو لابس تكرمون على بالإصبع، ما حد يقول لك ليش لابس بس عيب يا أخي أنت يعني 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 يقول لك يا غريب كن أديب، انت تكون مؤدب ونظيف خل الناس يعني انه تبقى لك بنظره حلوه، يا اخي والله النظاره سعرها يمكن 80 يورو 90 يورو 100 يورو يمكن بالهواي، الساعه سعرها يمكن 100 يورو سعر. يعني انت تاخذ هاي شوف الساعه يمكن صار عندي سنتين هاي يمكن صار عندي 3 سنوات، يعني ما يعني انت ماكو اشياء ملابسك والله اوكي تاخذ ب 50 وب 40 حسب شغلك وحسب مسؤوليتك وحسب شو اسمه زين، بس انت مو معناها انه تكون مخربط، فهمتوا شلون اصدقائي؟ يعني هي يعني هذا خلينا نقول هاي الحلقه نقول حلقه تثقيفيه، لانه بصراحه انا اشوف حتى الناس اللي اجوا جدد اشوف هو مو اجى واحس انه مو يتاقلم، احس لا اول 3 أو 4 أشهر تشوفه طبيعي بعدها تحس انه تخبل،
فاصدقائي مختصر مفيد حتى ما اطول عليكم هواي، حتى ما يطول الفيديو، لانه بصراحه انا ما ارد احكي هواي. انت لما تجي هنا القانون فوق كل شيء. انت حتى اذا مشيت بالقانون 100% هم انت تعتبر ان انت لاجئ، يعني ايش حال اذا انت ما تمشي بالقانون. فهذا شوف مثل ما قلت لكم اصدقائي، انا قاعد امشي بمكان هسه والله العظيم قسم بالله انا اقول لكم شغل هسه، انا شوف انا لازم كاميرا ودا اصور وش حكي والله العظيم. انا هسه اذا اوقف نص الشارع هذا، شوفوا نص الشارع هذا اللي هو بين قوسين مخلي للمشات ومخلينا للبايسيكلات ومخلي لكل شيء، هسه مو امشي اذا يجي واحد منا يقول لي خذ يمنه خذ يس، هم هيك بيهم مرض هذا يعني 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 هو طبعهم ما لقيت تحكي يا هسه انت اذا تحكي يا يعني كفرت تعرف شنو يقول لك شبيك يعني هسه انا شوف هسه من ساعه شفته انت انا واقف على صفحه وجاي اصور البنيه اللي هي جايه من هذا الشارع ما حكت، هو جاء منها حكي علي قال له اخري. فهذا طبيعي اصدقائي، اول شيء من باب العنصريه، ثاني شيء من باب هم اصلا مو طبيعيين لانه جو كئيب. شوف هاك شوف هسه انت شو تخيل هاي مثلا عندنا هاي مثلا بغداد عندنا هاي الحدائق تلقى عوائلنا جالسه حتى لو مو شتاء لو تمطر ثلج عوائلنا تلقاها جالسه هنا وشوي وشباب نرجيله وقاعدين 4-5 على هاي مصطبه و5-10 على مصطبه وتلقاهم يلعبون دومله ويلعبون شطرنج ويشون ويشعلون النار هنا وش اسمه. فانت تحس لا هم عندهم كابه فول فهذا طبيعي. فانا شباب انا بالنسبه لي احكي الحقيقه، انا لا احب الالمان ولا اكرههم ولا عندي اي شيء وياهم والله العظيم. انا رجال الحمد لله ما اخذ جنسيه احتمال 5-8-10 سنوات اقل والله، انا ارجع اعيش تركيا عراق اربيل يعني اعيش اجيب اطفالي ان شاء الله شوي يكبرون واروح هناك اعيش. بس تقول لي ليش تعيش هناك؟ حبيبي صعب انت 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 تعيش باوروبا، صعب تعيش باوروبا كل عمرك، لازم انت تكون نفسك تعيش حياتك تبني مستقبلك تاسس حياتك وترجع. هو ناس يكتبوا لي مرات المانيا كئيبه وش اسمه، حبيبي هو اوروبا كلها كئيبه، وين تروح؟ انا اقول لك بحيرات في الصيف. اوروبا مال سياحه، اوروبا مو مال عيشه، مال سياحه. انا بعد خبره فتره طويله اكتشفت ان اوروبا بصراحه مو مال عيشه. يعني انت تعرف شنو مال سياحه؟ يعني انت جاي هنا بين قوسين تتونس تغير جو وتغير ما شو اسمه وترجع، غير هذا ما عندك. ومال انه الدوله تبقى بيها 10 سنوات 12 تموت صديقي، الساعه ب8 كلها تعزل. ان شاء الله باذن الله انا جايكم فيديوهات اصور لكم على اليوتيوب، شوفوا قنوات الساعه ب8 بعد ما تشوف فاره واحده بعد ما تظل يعني لا تاكل تروح يعني تروح المحل كبير بعد منها تقريبا ساعه وشويه تروح تشوفه وتجي. فانت بين قوسين صديقي انت هنا ما راح ترتاح من ناحيه شنو؟ من ناحيه الامان موجود، من ناحيه الاستقرار موجود، من ناحيه الاستقرار النفسي ما موجود. فتلقى نفسك شويه عصبي، على شويه منزعج، على شويه منقهر، على شويه ضايج. فهاي الاشياء هي الزعجك صديقي هي. فانت طبيعي لازم تتاقلم، بس احترام القانون واجب. انا سويت هاي الفيديو قلت لكم هاي المصطبه تدرسون عليها وهيك، وهذا كل قصدي انه انا لما يجي اي شخص من عندنا من الوطن العربي المحترم كنا اخوان ان شاء الله تكون حذر بهالشغلات ان شاء الله. انا شوي جايكم هسه تقول يعني موضوع يمكن مو كلش مهم، بس انا برايي الشخصي انه مهم، لانه شوي جايكم اعطيكم قانون القانون 100%. لما تيجي تدخل على القناه تستفاد فد على الهجره على القانون على كل شيء، حتى انه بتدخل يمكن هذا الفيديو بنشوفه وتسمع كلامي تقول والله انا استفادت فد 5%، وهذا فضل من رب العالمين. انا تدعوا لي بالصحه والعافيه كل شيء ما اريد، الاهل ان شاء الله هاي كل شيء ما اريد، سلامتكم حتى لايك ما اريد، المهم بس تعطيني الصحه والعافيه اهم من كل شيء صدقوني والله العظيم. انا دائما اقول هذا الاشياء ما تهمني بقد ما يهمني انه الانسان يكون صحه وعافيه. شوف هسه انا واقف، شوف هذا الخمسه اصدقائي واقف هنا انا باعوا، شوف هسه فتحس انه انت واقف بنظام حقيقي، ماكو ما يخالف ما حد يقدر يحكي. بس خلص اصير بنص الشارع قبل ينتقدني الناس ويقولوا لي انت انسان غير قانوني. زين اصدقائي مع العلم لامانه الله انا انسان مو كلش قانوني، واصدقائي الالمان هواي 90% هم مو قانونيين، بس بلخص الالمان اي اوكي، بس قصدي يعني 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 نص بلخص شباب هسه والله العظيم مو قانونيين، بس هو يبيع عليك القانون لانه هو يعتبر بلده واحنا جايين ناس ضيوف.
3 سنوات، 4 سنوات، 10 سنوات، 8 سنوات، ونرجع البلد نعيش بأمان بإذن الله. حتى كان بلد مو زين بس نرجع نستقر هناك، نعيش بأمان، نعيش باستقرار، نعيش بحب. يا أخي أنا أشوف نفسي شخصيا بعد مرور الزمن والسنوات اللي عشتها، والحمد لله شغلي كل زين، فضل رب العالمين، الحمد لله امكانيتي، الحمد لله الماديه زينه، الحمد لله يعني كل زين، انا الحمد لله فضل رب العالمين وهالبيت. بس صدقوني والله العظيم يا اخي صح، يعني لما تاخذ جنسيه تقدر هنا تجي بين فتره فتره، انا اشوف نفسي اذا الله انطاني الصحه والعافيه قد ما بعد عمر ال40 بعد ال50 قد ما انطانا الله الصحه والعافيه نرجع نعيش ببلدنا. اما انا لا سمح الله لا تمرضت او صار بي ما تعرف الله يستر شنو مرض او شيء، فأنا أكيد ما حقا مستشفى العلاقة البائسة. لو أعيش بدولة بها مستشفيات زينة، لو أرجع أعيش هنا أنا أستقر على مود أعيش، تبقى عندي صحة شوي عافية، عالجوني باحترام لأنه مستشفياتهم ضخمة جدا. إن شاء الله أكيد فيديو منزور مستشفى ونعرف شوي من تفاصيل المستشفيات، وإن شاء الله نعرف شنو بالضبط إنه مستشفيات شلون صايرة ونصور بيها، وإن شاء الله أصوركم كل شيء موجود بإذن الله عن قريب بإذن الله. أنا مش مشكلة مرات ناس تعذرني ليش، لأنه بصراحة والله أروح للدوام وأرجع تعبان كلش ووراي عندي عائلة وأطفال وش اسمه هاي، لما أرجع أقول يا رب أرد أنام. ما أعرف شباب والله العظيم أرجع الساعة بالوحدة بثنتين شوية ألعب ويا عائلتي يعني ويا أطفالي وهيك، شباب ما يشوفون إلا إنه عند الوقت خلاص ظلمت الدنيا، شوف ظلمت والله. أنا هسه مشغل أضاءة وهيك شوية بين ظلمت الدنيا والجو بارد وكهيب أصدقائي، أمانة الله والله أحكيكم الحقيقة. فلهذا السبب أقول ها اللي يحب يشوف الفيديو شلون اجيت من الشارع لحد ما وصلت هنا راح يشوفونه بعد ما اخلص ان شاء الله، عندكم فيديو كامل راح يبين، خليكم عليه موسيقى باذن الله. ف وراح اكو شغله ملاحظه اصدقائي، راح اسوي لكم يعني صباحيات، يعني مثلا هنا الصبح مثلا يوم سبت او احد او جمعه اطلع لكم فد نص ساعه ساعه لايف ونسولف، حتى لو ما نسولف بس تشوفون مناظر طبيعيه وش اسمه هذا باذن الله. أحبكم أصدقائي، أشوفكم بإذن الله بإذن الله فيديو ثاني أو فيديو جديد. لا تنسون بعد هذا الموضوع كله راح تشوفون فيديو شلون جيت لهنا يا شباب. تعالوا نشوف الفيديو ومع السلامة.